رسالة وجهها لأبطال أحد الجنوبي، بيض الله وجهكم، بأمثالكم نفخر، وأنتم عزنا وأنتم شرفنا وأنتم حماتنا بعد الله سبحانه وتعالى. رسالة وجهها لكل من يشاهدنا الآن، ادعوا لهم ولا تحرم لهم مدعا لأن هذا طلبهم الوحيد. حق واجب علينا على كل رياضي وكل مواطن سعودي، لابد أن نزور أخواننا المصابين، هذول اللي إحنا براحة وأمننا في هالبلد بعد الله سبحانه وتعالى بالمجهودات اللي قاعدين يسوونها أخواننا بالحد الجنوبي كلهم، وهم بعد المصابين نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. وارجع أقول لك، ممكن لو نمسك كل واحد من أخواننا الجنود البواس القبل على الرأس ما نو فيهم حقهم، بيض الله وجيهم إن شاء الله، يرجعوا مشافين مع فيهم لأهليهم إن شاء الله والوطنهم ولنا كلنا يا رب العالمين. من توفاه الله فقد فاز بشرف الشهادة، ومن أصيب فقد نال شرف الجهاد. والموجودين في الحد الجنوبي بإذن الله فيهم الخير وبركة، نحن معكم بالدعاء وقلبا وقالبا معكم، وندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق، وأنتم حماة الوطن، ونحن في بيوتنا مع أبنائنا ومع أطفالنا نعيش في رغد وفي أمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهودكم و عزمكم وشدة بأسكم في الحدود الجنوبية بإذن الله تعالى، منصورين بإذن الله تعالى، ونراكم في أحسن حال إن شاء الله. بكل أمانة الشيء اللي أنا شفته اليوم إنه يعني جينا زيارة مصابين، لكن لو وجدنا إنه معنوياتهم ما شاء الله مرتفعة، واحد فيهم يعني مصاب ما شاء الله عليه يقول ودي أرجع مرة ثانية، فهذا دل من الناس ما شاء الله قوية من داخلهم، فأتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية يا رب. طبعاً أول شيء نتمنى لهم الشفاء العاجل، وطبعاً كثير يتمنى انه يكون في مكاننا يعني هذا اليوم، كثير يتمنى انه يزور ابطال الوطن، يعني احنا منحنا هذه يعني الفرصه ونتشرف فيها، وهذا واجبنا واقل من واجبنا يعني تجاه ابناء الوطن. اخواننا الجنود في الحد الجنوبي، واخواننا في الجبهه، واخواننا المصابين، احنا معاكم يعني قلبا وقالبا، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق دائما وابدا. اخواننا المجاهدين المرابطين في الحد الجنوبي، اسال الله ان ينصركم ويثبت اقدامكم وأن يعجل بنصركم، وأما إخواني المصابين أسأل الله أن يشفيهم ويرفع عنهم، وأن يبدلهم أن يبدل سيئاتهم حسنات، وأن يشفيهم بأسرع وقت إن شاء الله. قدامكم العافية وألف لا بأس.